أهلا بكم من جديد. سيطر الجيش الحر على مدينة الباب بالكامل بعد معارك استمرت عدة أشهر في محيط المدينة وبعض أحيائها، وذلك بدعم عسكري تركي. وكانت أنقرة قد قالت إن هدفها القادم سيكون من بجورقة بعد سيطرة على الباب. جولة لمراسلنا خالد أبو المجد من داخل مدينة الباب، نتابع. نحن معكم الآن من على دوار مفرق الراعي، حيث استطاع مقاتلو درع الفرات بسط سيطرتهم على هذه المنطقة بشكل كامل. خلفي تماما هذا الدوار، وكما يعني شمالا باتجاه بلدة الراعي، جميع هذه المنطقة مؤمنة بالكامل. لمزيد من التفاصيل عن معركة هذه معركة مدينة الباب، سأستضيف معي هنا الملازم القائد لواء سمرقند. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخوي خالد. حدثني عن معركة مدينة الباب، هذا التقدم المتسارع الذي حققتموه، والآن نحن في عمق المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى، اليوم قوات الجيش الحر ضمن غرفة عملية درع الفرات قد أتمت العملية العسكرية التي كانت أعلنتها منذ عدة أيام بإعلان معركة السيطرة على مدينة الباب. هذا ما يعرف بالمتحلق الشمالي لمدينة الباب، وهذا ما يعرف بجامع الحبيب الفهري. طبعا من هنا انطلق وزف الشهداء، شهداء الثورة السورية، عبر هذا المسجد إلى المقبرة الشمالية ما يعرف بمقبرة الشهداء. وكذلك نستطيع أن نقول الآن مسيطر على الطريق بشكل كامل من مدينة الباب، حيث هذا الطريق والسواتر التي قام بإنشائها تنظيم الدولة، وحتى بلدة الراعي الحدودية المتاخمة للحدود السورية التركية. خالد أبو المجد، أورينت نيوز، مدينة الباب، ريف حلب الشرقي. بإذن الله تعالى تم تحرير مدينة الباب بالكامل. مدينة الباب محررة بالكامل، هكذا تبدو ثاني أكبر التجمعات السكانية في محافظة حلب من الجو. وعلى الأرض يبدأ الجيش الحر عمليات نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم الدولة في الشوارع وبين الأحياء. عمليات تمشيط متواصلة لطرد آخر عناصر التنظيم من الباب، يقابلها مساعي الجيش الحر لتأمين المدنيين وإيصالهم إلى مناطق آمنة. تقول مصادر ميدانية إن بلدتي قباسين وبزاعة ومناطق شرق الباب باتت بحكم الساقط عسكريا، وإن فلول تنظيم الدولة وعدة أرتال خرجت فعليا من تلك المناطق. معركة تحرير الباب بدأت قبل أسبوع تقريبا بانهيار خطوط دفاع التنظيم شمالا وغربا وسيطرة الجيش الحر على جبل عقيل الاستراتيجي، وصولا لحرب شوارع انتهت بالسيطرة على المربع الأمني متمثلا بسكن الضباط والمحكمة الشرعية والمركز الثقافي. جرى كل ذلك بدعم جوي ومدفعي تركي ضمن عملية درع الفرات التي أطلقت أولى مراحلها في آب 2016، ونتج عنها تحرير مدينة جرابلس وأكثر من 90 قرية وبلدة حتى محيط مدينتي أعزاز ومارع. وهذا دابق صديق بالكامل. انطلقت بعدها مرحلة أخرى وخسر التنظيم أسطورة مرج دابق، فيما تأتي التصريحات التركية وأخرى لقادة في الجيش الحر لتؤكد عن وجهة ما بعد مدينة الباب، لا سيما تحرير مدينة منبج وأكثر من 50 قرية عربية في محيطها هجر أهلها بعد احتلالها من قبل الوحدات الكردية ضمن واجهة شكلية يطلق عليها ميليشيا قسد. طبعا نرحب في هذا المحور بسيف أبو بكر، قائد فرقة الحمزة، ينضم إلينا مباشرة من الباب. مساء الخير، وأجدد الترحيب بماجد عزام الكاتب والباحث السياسي من إسطنبول. أبدأ معك سيف أبو بكر، طبعا الباب تحررت بالكامل، وضع المدينة الآن كيف هو بعد التحرير؟ نعم، تحياتنا لكم وللسادة المشاهدين. اليوم أعلن مدينة الباب محررة بشكل كامل، وطرد تنظيم داعش منها بعد أن سيطرت قوات درع الفرات على المدينة بشكل كامل وتم تأمينها، والآن يتم الآن نزع الألغام التي زرعها التنظيم داخل المدينة وفتح الطرقات التي أغلقها أيضا التنظيم بسواتر ترابي داخل المدينة. الآن نعمل على خطوة هي تأمين مدينة الباب بشكل كامل، وبعدها سندعو كافة المدنيين الذين هجروا من مدينة الباب بالعودة إلى المدينة بعد تأمينها بشكل كامل من الألغام التي زرعها تنظيم داعش. نعم، طبعا عناصر التنظيم الذين كانوا في المدينة، يعني كيف خرجوا، وخاصة أين توجهوا؟
نعم، اليوم صباحا قامت قواتنا بالتقدم الى لتطهير مدينه الباب بعد ان سيطرت قواتنا على المراكز الاستراتيجيه ليله البارحه وعلى المربع الامني لداعش. قامت قوات داعش بالانسحاب من مدينه الباب باتجاه مدينه تادف وبعدها باتجاه مسكني. طبعا قوات داعش أصبحت بانهيار كبير بعد قتل عدد كبير من قوات داعش داخل مدينة الباب وخسارة في العتاد، ولم تصلهم المؤازرات إلى المدينة فقرروا الانسحاب أثناء هجومنا إلى المدينة. هل ما زال هناك نظام طبعا والميليشيات المصاحبة له أيضا ميليشيا قصد جنوب المدينة؟ الآن أعلنت منذ 3 أيام أو 4 أيام وزارة الدفاع الروسية أنها سيطرت على بلدة تادف، وهذا الكلام كان عاري عن الصحة. بلدة تادف الآن شبه تحت سيطرتنا، القوات الآن تقوم باستعادة أيضا بلدة تادف من تنظيم داعش. سنعلن إن شاء الله غدا تحرير أيضا بلدة تادف وإعلانها بشكل كامل تحت سيطرة قوات درع الفرات. طبعا السيطرة على بلدة تادف هي ستكون خط التماس بيننا وبين قوات النظام. وأنتم تعلمون أن مدينة الباب ذات الأهمية الاستراتيجية التي تمنع التي منعت المشاريع الانفصالية والتي كانت ستقوم بالمنطقة بوصل عفرين بعين العرب. شكرا جزيلا لك سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزة، كنت معنا مباشرة من مدينة الباب. ماجد عزام، طبعا هو إنجاز مدينة الباب محررة بالكامل تحت سيطرة الجيش الحر، يعني هل بخروج التنظيم من هل انتهى وجوده تنظيم الدولة بالسيطرة على الباب؟ وطبعا كيف سيتعامل الجيش الحر وتركيا مع الهدف القادم؟ يعني أولا أنا قلت في هذا البرنامج منذ فترة طويلة منذ بداية درع الفرات أنه سيكون الهدف أو الباب ليس الهدف النهائي لكن الهدف الأساس في المرحلة الأولى من عملية درع الفرات. كان أحد الضيوف من بيروت الأجلاء قال أنه لن يحصل ولن يدخل الجيش الحر إلى الباب. الجيش الحر دخل إلى الباب، سيكون هناك تطهير. بإمكاننا نتحدث عن نموذج الباب جرابلس أو نموذج جرابلس الباب، وكما تحدث الضيف الكريم قبل ذلك وتطرق إلى عين العرب كوباني، من يتذكر أن معركة عين العرب كوباني استمرت 120 يوم ضعف تقريبا معركة الباب، وتم تدمير المدينة فيها بشكل كامل. نحن أمام نموذج أهل البلاد الأصليين، أبناء الباب، أبناء المنطقة الأصليين هم من يقاتلون، والذي تدعمهم تركيا لا تتعدى بذهنية موتورة كما نرى في الموصل أو الرمادي أو الفلوجة أو من بجوعين العرب. هؤلاء هم أم الصبي، ليس هناك تدمير للمدن، ليس هناك تهجير لأهلها بل إعادة لأهلها. وكما قلت الخطة الأساسية، الخريطة، الطريق الأساسية كما قلت هنا أكثر من مرة ستكون شرقا ليس جنوبا. يعني النظام كان متوجس، أولا ليس هناك الجيش العربي السوري هو الجيش الحر، وعندما يقول دمستور عن النظام في الجو هناك الروس، وفي على الأرض الحشود الشعبية سواء اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية. ليس هناك خطة الآن على المدى التكتيكي المنظور للتوجه لا جنوبا ولا غربا. على فكرة الخطة الأساسية هي التوجه شرقا، سيتم تحرير منبج من بكاكات سوري، وإما يعني تأتيهم الأوامر من واشنطن من البنتاغون. سيد عزام عن منبج نتحدث، طبعا هي الهدف القادم، يعني هل نتوقع بأن الجيش التركي سيصطدم بمعارك مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية طبعا والتي هي مدعومة أمريكيا؟ يعني إدارة أوباما كانت قدمت تعهد في منتصف آب أغسطس أنهم ينسحبوا خلال أسبوعين، والآن امتدت المدة، لكن هناك تصميم تركي وتصميم ليس لبيكاكا السوري ما يفعلوه في منبج، والهدف الأساس يكون باتجاه الرقة. لا أعتقد أنه ربما يعني يفكروا في خلق معركة لمزيد من الدماء، مزيد من التشويش، مزيد من الخدمة للنظام وأدواته، أو النظام نفسه أداة للحلف الأقل والمذهبي. لكن أنا أعتقد أنه خريطة الطريق واضحة
واضحة ستكون من بيس ثم ستكون الرقة، ولا يقل عن ذلك أهمية أنه نحن أمام منطقة ستكون كما قال الرئيس أردوغان أكثر من مرة بين 4000 إلى 5000، سيكون هناك عشرات ألاف المقاتلين المدربين يمثلوا الجيش العربي السوري الحقيقي، الجيش الثوار، جيش الشعب السوري الحقيقي، وهؤلاء بعد منبج وحتى بعد الرقة لن يجلسوا هكذا. يعني هم رفضوا أن يوقعوا كما فعل بيكاكا السوري للأمريكان أنهم لا يقاتلوا داعش ولا يقاتلوا النظام، لأن أوباما كان يريد أن يقدم سوريا لإيران. هؤلاء سيقاتلوا، السبب الأساسي سبب الأزمة هو النظام. داعش عرض للمرض، وبعد الانتهاء من مقاتلة داعش إما أن يكون هناك، وهذا الأمر الاستراتيجي المهم، إما أن يكون هناك حل سياسي عادل وفق إعلان جنيف دون تذاكي أو تشاطر، أو ستكون هناك يعني آلاف من المقاتلين لا أحد يستطيع أن يمنعهم من التوجه جنوبا أو التوجه غربا. نحن طبعا في السياق الاستراتيجي أيضا نتحدث عن وجود لقوات عربية، السعودية أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات، قطر أيضا سترسل قوات، ربما يعني إذا صارت يعني معركة هل هذا وارد؟ هل هذا واقعي سيد ماجد عزام ما تحدث عنه وزير الخارجية السعودي عادل جبير؟ وإن حدث هل تلعب هذه القوات دورا في هذه المناطق في شمال سوريا؟ يعني أنا أعتقد أنه سيكون وجود لقوات ليس كبيرا. السعودية عادل جبير تحدث على فكرة حتى زمن الإدارة المنصرفة اللئيمة والباردة التي ساهمت في تدمير سوريا وتقديمها لأعدائها إدارة باراك أوباما عن استعداد لإرسال قوات خاصة، لكن كما رأينا في الباب يعني تركيا صديق للشعب السوري قامت بدور مهم، لكن المهمة الأساسية في مواجهة داعش قام بها أبناء سوريا الحقيقيين، أبناء الباب، أبناء المنطقة. هذا ما سيتم فعله في منبج وسيتم فعله في الرقة. يعني سيكون قوات، وجود لقوات خاصة سعودية سيكون عمل مهم من تركيا ومن قوى التحالف، لكن المعارك الأساسية على الأرض سيقوم بها أبناء سوريا الحقيقيين، أبناء الأصليين للمنطقة، ليست غزاة، ليست شذاذ أفاق كما رأينا في الحشود الشعبية، وليس قرويين أتوا من الجبال كما نرى مع نموذج بيكاكا السوري. نعم، شكرا لك ماجد عزام الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. ختام هذه الحلقة من تفاصيل لهذا الأسبوع مشاهدينا، نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.